السمك والمأكولات البحرية من أفضل المأكولات، صحي لأنه يحتوي على كل فيتامينات بي، صحي لأنه بيحتوي على الكلس، صحي لأنه بيحتوي على السيلينيوم، صحي لأنه بيحتوي على الكولاجين الصحي اللي سهل امتصاصه وسهل تفعيله للغضاريف، صحي لأنه بيحتوي على الأوميجا 3. بس الأسماك بغض النظر سواء كانت فريش أو من المزارع أو معلبة أو سردين، بغض النظر عن أنواعها، مدام جاي من البحار إذا في إمكانية إنها تكون ملوثة في بعض المعادن الثقيلة والبلاستيك والمايكروبلاستيك اللي جاي من التلوث الطبيعي، والأسماك بتسحب هذا التلوث، وكل ما كبرت السمكة كل ما زادت نسبة التلوث فيها، وكل ما زغرت كل ما كانت أكثر صحية، كل ما كانت في البحار والمحيطات المالحة بتكون صحية أكثر. السمك يحتوي على اليود، اليود رئيسي في أساسي في عملية تخفيف الالتهابات، عملية نمو صح، عملية عدم وجود خلل جيني. اليود ضروري جدا للغدة الدرقية، السيلينيوم ضروري جدا للغدة الدرقية، السيلينيوم واليود بيساعدوا الغدة الدرقية على تحويل وصناعة التي 3 والتي 4، وأي مريض ما بده يكون في عنده خمول سواء بسبب هاشيموتو أو بسبب اللي هو مرض مناعي يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، أو بسبب تضخمات أو التهابات في الغدة الدرقية، إذا بده يأخذ بعين الاعتبار الأسماك. هلا في عندي المشكلة اللي هي المعادن الثقيلة اللي ما بنضمن كمية التلوث، وهذا التلوث إذا دخل جسمنا هذا هو اللي بيعمل المشاكل المناعية والأمراض المناعة الذاتية. هذه الشحوم أو السموم اللي كيف منا نطردها من جسمنا، وكيف بدنا إياها ما تأثر سلبي. في هذه الحالة لازم نضيف مع الأسماك المضادات الأكسدة القوية. أكبر مضاد الأكسدة لازم تضيفوه مع الأسماك إذا بدكم تأكلوا سمك، ولازم تأكلوا سمك، اللي هو السيلينيوم. السيلينيوم مضاد أكسدي قوي بحد ذاته، والسيلينيوم بنشط عمل الجلوتاثيون اللي هو كمان مضاد أكسدي. السيلينيوم بيعمل على عملية إعادة تجديد وإعادة تكوين الجلوتاثيون اللي هو البروتين يفرز من الكبد، وأكبر مضاد أكسدي الجلوتاثيون مضاد التهابي يعني بدنا إياه. ففي هاي الحالة السيلينيوم موجود في الشوفان، في حبوب الشوفان. السيلينيوم موجود في الجوز البرازيلي بكمية كبيرة، يعني حبتين أو حبة من الجوز البرازيلي ممكن تعطينا حاجتنا اليومية. السيلينيوم موجود في كل المكسرات وفي اللوز وفي بذور دوار الشمس، موجود كميات. السيلينيوم موجود في البيض، وموجود في البيض، وموجود طبعا في الأسماك والمأكولات البحرية كحماية لإلها من العناصر الثقيلة أو الزئبق اللي موجود في هذه الأسماك. كمان شو ممكن نضيف مع الليمون، وشو دائما بنضيف مع الليمون؟ الثومة مع الليمون مع الأسماك. شو بنضيف مع الأسماك؟ الثومة، الطحينية، الليمون. الثومة عرفنا أنه فيها مضادات أكسدة أليسين ومضادات أكسدة قوية بتعمل عملية التأكسد. والليمون في فيتامين سي، وفيتامين سي كمان هو مضاد أكسدة قوي بحد ذاته، وفيتامين سي بنشط نفس المبدأ عمل الجلوتاثيون، يعني على الجهتين شغالين لإحياء وتنشيط هذا المضاد الأكسدي القوي في جسمنا. فليمون مع سمسم مع ثومة اللي هي الخلطة هاي التقليدية اللي بنسويها، أو السلطات اللي والمقبلات اللي بنعملها مع الأسماك، هذا هو
اللي حيجنبنا مضار الأسماك. شو كمان ممكن بنحط عادة على السفرة إذا بدنا ناكل سمك؟ طبعا البصل، الفجل، الخضروات بشكل عام بسبب المعادن اللي موجودة فيها والفيتامينات وبسبب الألياف اللي موجودة فيها. كل ما أكلنا ألياف كل ما امتصينا من هالسموم، سواء كانت معادن ثقيلة أو سكر أو كوليسترول. الألياف دائما تمتص وبتخفف 20-30-40% من امتصاص السكر والشحوم والدهون والسموم اللي موجودة في القولون. يعني هي بتنظف بشكل طبيعي وبتخرج هالسموم، بتساعدنا على تخفيف السموم. فحافظوا على هاي العادات اللي احنا بنسويها دائما بدون ما نعرف قديش فوائدها. تتبيلة الثومة مع السمسم مع الطحينية، السمسم اللي هو الطحينية اللي بنستخدمها في الحمص وفي الفول ودائما بناكلها، هذه كويسة مليئة كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيزيوم والسيلينيوم كمان بتضيفوه على الموضوع. وبتعرفوا قديش السمسم كويس للمفاصل ولا هشاشة العظام، قديش هو في راحة نفسية لأنه في حامض التريبتوفان، وهذا الحامض بتحول لسيروتونين وبنشط العمل الهرموني وجاي للنساء بعد انقطاع التنف، لأنه بيعوض نقصان الكالسيوم وبيعوض نقصان الاستروجين وبيخفف من الأعراض هذه اللي بتيجي بعد انقطاع الطمث أو الهبات الساخنة السمسم. بس السمسم إذا بدنا نأخذه لازم نطحنه عشان نعرف نهضمه. هاي النصيحة بس حبيت أذكركم فيها، إنكم تكثروا بالسمك وما تخافوا، وعشان ما نخاف خلينا نعوضه بشغلات مدعمة ومخففة لأي طارئ أو أي سموم موجودة. طبعا بغض النظر فريش او معلبات، ما بضمن انا المصدر ولا بضمن اي شيء هالايام هذه. انتو خذوا الحيطة والحذر وكملوا في اكل هاي المأكولات الجيدة لصحتكم، وخذوها على شكل اقل شيء مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. اي واحد فوق 40 لازم يأكل أسماك مرتين في الأسبوع، هذا حماية قوية للقلب وحماية للأعصاب وحماية للدماغ وحماية للخلايا كلها. الأسماك جيدة.